فعل ورد فعل، هكذا أصبح منح المشهد في اليمن. التحالف الذي تقوده السعودية أعلن عما سماها عملية عسكرية واسعة ضد جماعة أنصار الله، استهدفت مواقع في صنعاء ومحافظات أخرى. في المقابل تبقى السعودية في مرمى صواريخ ومسيرات الحوثيين بشكل يومي، أهداف حساسة أصابتها هجمات في العمق السعودي ضمن ما أسمته الجماعة عملية توازن الردع السادسة. الهجمات على السعودية يعتبرها الحوثيون رد فعل على استمرار حرب التحالف على اليمن، ولا ترى الجماعة مجالا لإيقافها طالما استمرت غارات التحالف وحربه على اليمن كما تقول. الاستهداف للعمق السعودي وهو مستمر وسيظل أيضا قائما ما لم يقف النظام السعودي عن قصفه للمناطق اليمنية وعن انطلاق الطائرات المقاتلة من الأراضي السعودية وعن دعم المرتزقة ودعم من يقفون ومن يقاتلون في بقية المحافظات. مشهد التصعيد المتبادل يدفع نحو مزيد من التعقيد في الوضع اليمني ويسهم في عرقلة الجهود السياسية، يقول مراقبون، مثل ما أدى سابقا إلى تعثر المشاورات المتعلقة بالجوانب الإنسانية في ملف الأسرى والمعتقلين. الوضع فيه تعقيد لأنه لا يوجد أي حل حلا أو محاولة حتى الحل حلا، مثلا على الصعيد مثلا الملف الإنساني وملف الأسرى. عقدت مؤخرا جلسة في عمان وفشلت. أعتقد إذا كان فشلها في الجانب الإنساني لم يأتي بأي حلول، أكيد في السياسية برضو لن يأتي بأي حلول. حلول باتت اليوم هاجس ملايين اليمنيين الذين يدفعون ثمنا باهظا لاستمرار الصراع منذ 6 سنوات. التصعيد العسكري الراهن وفق مراقبين يفسح المجال أمام مزيد من التأزم في المسار السياسي، ويضع مزيدا من العقبات أمام المساعي التي يبذلها المبعوثان الأممي والأمريكي لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع. خليل القاهري، العربي، صنعاء.